السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم معايا في قناتي بلبان شانيل. كنرحب بكاع الناس اللي معايا، وكنتمنى اللي جديد معايا في القناه يدير ابوني. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم فيديو ساهل ماهل ديال تيراميسو تراديسيونيل، سهله ولذيذه. خليكم مع المقادير. عندي ثلاثه البيضات اللي غادي نفصل الصفر على البيض، تم بعد عاد غنطلعو اون نيج. وعندي 250 غرام ديال الماسكاربون، الاشاره ضروري من هذا الفرماج، ما تقدريش تبدليه بفرماج اخر. وعندي 100 غرام ديال السكر كلاصي، وعندي فاني، وعندي هاد الكاطو هكا داير على كويير، هو لا باز ديال الكاطو. وعندي القهوه، يا ريت تكون هذيك نسكافيه دايبه في الماء. ونبداو على بركه الله الخدمه. هنا غادي نخدم الصفر ديال البيض، وغادي نضيف ليه لافاني، ومن بعد غادي نبقى نحرك مزيان، غادي نخدم داك الصفر مزيان، ومن بعد غادي نضيف ليه السكر اللي حتى هو غنخدمو مزيان بحيث نخليهم مندمجين مع بعضياتهم. غادي نخدمو مزيان باش تسهل عليك الخدمه. الا بغيتي تصفيه تغرب ليه السكر باش ما يتحببش ليك، حتى هاد الطريقه احسن. كنخدمو السكر مع البيض مزيان حتى كيندمجوا مع بعضياتهم. منين كيندمجوا مع بعضياتهم كيوليو عباره عن كريم. كنضيفو ليهم الماسكاربون، الفرماج ديالنا. بغيتي تسهل عليك الخدمه غادي تطلعيه بالباتور، هو بالفوي مانويل غير غادي تمحني، سينو تقدري ديري الباتور كيتسهل عليك الخدمه. كيولي ان كريم هكا لذيذه، الصراحه لذيذه بزاف، وكما كتشوفوا معايا ساهله. ها هي الكريم ديالنا وجدات. هنا غادي نكونوا مطلعين البلون اون نيج، ثلاثه البيضات اللي كان فصلنا البيض على الصفر، غادي يجيب غادي نخلطوهم مع بعضياتهم بشويه بديك السباتول، بشويه نبقاو نخلطو مع بعضياتهم حتى تندمج لينا الكريم، وحتى البلون ديال البيض ديال البيض يغبر ما يبقاش، ما خصوش لحنتاش كيبدا يتحبب. نخدمو غير بشويه بشويه حتى تكون عندنا اون كريم اللي متجانسه مع بعضياتها. نخدمو غير بشويه وغادي تكون عندنا اون كريم زوينه ولذيذه وسهله في التحضير كما شفتوا معايا دغيا دغيا وجدات. ومنين غادي نكملوا لا كريم ديالنا ندوزوا للمرحله الثانيه، غير بشويه باش تجانسيهم. كتكون الكريمه ديالنا وجدات هنايا، صافي غادي نمشي ننتقل للمرحله الثانيه اللي هي غادي نمونطي فيها الكاطو ديالي. انا غادي نديرو في مول كبير كما شفتوا معايا ديال الزاج، كما انك تقدري ديريه في مول صغير، في دي فيغين، تقدري ديريه على اي طريقه بغيتيه. هنا في الماء اللي في نسكافيه اللي دوبت في الماء غنبدا ندير لي غاطو على كويير، وغادي نبدا نحط، غادي نصيب الطبقه الاولى وندير من بعد نغطي الزاجه باش ما تبقاش تبان، ومن بعد غادي نزيد الطبقه الثانيه ندير لا كريم بنفس المرحله بنفس الطريقه. غادي نغطيها بالكاطو وغنزيد بنفس المرحله بنفس الطريقه، غادي نخدم حتى نكمل لا كريم وتنكمل البسكوي وصافي. وكتكون واجده الكاطو ديالنا كما قلت لكم، ساهل في التحضير ولذيذ بزاف، كنتمنى تجربوه. وصافي، وتقدري ديريه في الثلاجه ليله كامله، وتقدري ديريه في الصباح وتاكليه في الليل. صافي، هنايا غادي نبدا نمونطي الكاطو ديالي، كنتمنى يعجبكم. كيجي بهذا الشكل هذا، زوقته من الفوق بالشوكولاط اون بودغ،
غادي نديرو 6 حتى 7 سوايع في الثلاجه على حسب تيشد في راسو. صافي وصلنا للمرحله الاخيره. كنتمنى الفيديو ديالي يكون عجبكم، كنتمنى تجربوه. كما شفتوا ساهل. شكرا لكم بزاف، شكرا على المتابعه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. بسلامه عليكم.